لطالما كانت محافظة درعا معروفة بتطورها التعليمي، وعندما سيطرت المجموعات الإرهابية على بعض مناطقها قبل 6 سنوات دمرت المدارس وعطلت العملية التعليمية وانقطع التلاميذ عن مدارسهم. اليوم وبعد أشهر من تحرير المحافظة وتطهيرها من الإرهاب تستعيد العملية التربوية عافيتها ويتقاطر الطلاب إلى مدارسهم في جو من الأمن والطمأنينة، وخصوصا بعد أن قامت المحافظة بإعادة تأهيل المدارس المدمرة. رجعت على مدرستي وهلأ نحن عايشين بأمان ونحن هون عم نتعلم فيها. الوضع عندنا صار أحسن وتمام، كل شيء نروح ونيجي على المدرسة بأمان، يعني نحن مو خايفين من شيء. صارت درعا بوضع أحسن بعد الحرب، صار عنا التعليم أحسن، حتى مرشداتنا صاروا يعطونا يقدمونا الدعم النفسي لحتى وصلنا لهاي الحالة اللي صرنا فيها مبسوطين ونقدم أحسن ما عنا لحتى نرتفع لمستوى التفوق. المدارس القطاع التربوي استهدف بشكل كبير من قبل العصابات الإرهابية في هذه المناطق، حيث تم تدمير 111 مدرسة تدميرا كاملا، و363 مدرسة هي بحاجة إلى ترميم جزئي وخفيف. ومديرية التربية عملت على ترميم حتى من بدء التحرير حتى هذه اللحظة على 107 مدارس تم إعادة تأهيلها وترميمها وإعادة التلاميذ والطلاب إليها، حيث تم إعادة 7300 تلميذ متسربين منذ بدء تحرير المحافظة منذ بداية هذا العام الدراسي إلى مدارسهم، وبتسهيلات مجرد إقامة سبر، إجراء سبر لهؤلاء التلاميذ وإلحاقهم بأقرانهم التلاميذ. تم افتتاح 165 شعبة للمنهاج به موزعة على كافة مدارس المحافظة بإعداد تلاميذ 1765 تلميذ. بلا شك أن هذه الحرب الشرسة التي كانت على سوريا ومدتها 7 سنوات استهدفت الحجر والبشر، وكان استهدافها لأطفالنا في مدارسنا له الأثر الأكبر، حيث قامت المجموعات الإرهابية بإغلاق المدارس، بتهجير الطلاب، بنشر فكر بعيد عن أفكارنا وعن مجتمعنا وعن عاداتنا. المشاريع الجديدة لوزارة التربية والذي يطلق هذا العام هو مشروع مهارات الحياة، الذي يطور الفكر لدى الطلاب من مشروع الانتماء، من مشروع المواطنة، من مشروع الحفاظ على الأثاث، من حفاظ المشروع على المدرسة. وبالنهاية يكون العمل مجتمعي وتشاركي بين المجتمعات، بين المجتمع المحلي وبين المدرسة. عام 2011 تعرضت هذه المدارس للتخريب وإلى النهب وإلى سلب الأثاث وإلى حرق الأثاث وإلى تخريب المخابر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا، فأدى ذلك إلى تهجير عدد كبير من طلاب هذه البلدة إلى الأقطار المجاورة، فكانت العملية التعليمية ضعيفة جدا. ولكن استطعنا بعد دخول الجيش العربي السوري إلى هذه البلدة أن تكون مدارسنا تعود إلى أوجها، فكانت مشاعل نور، وحاليا الأمور إن شاء الله إلى الأفضل، وهي أكثر بكثير مما كانت عليه. طلابنا متواجدين في المدارس بأمن وأمان بفضل دخول الجيش العربي السوري لهذه البلد وتحرير البلد من الإرهاب.